صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تكره صلاة الرجل وهو حاسر الرأس؟ لا تكره، لكن التجمل في الصلاة مكروه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزينة شيء زائد على ستر العورة، شيء زائد على ستر العورة. ستر العورة هذا لا بد منه، شرط من شروط صحة الصلاة. أما التزين للصلاة فهذا مستحب. نعم.